في زمن اجتاح فيه الظلم الأرض وعم الخوف والرعب، برز رجل شجاع من بين الرماد ليقود جيشه نحو النصر ويعيد للأمة كرامتها. إنه سيف الدين قطز، سلطان المماليك، بطل معركة عين جالوت. كانت معركة عين جالوت واحدة من أبرز المعارك التي خاضها سيف الدين قطز. توجه جيش المسلمين بقيادة سيف الدين قطز إلى فلسطين لمواجهة جيش المغولة، وكان جيش المغولة قد سيطر على معظم أراضي العالم الإسلامي، وكانوا يعرفون بوحشيتهم وقسوتهم. وبفضل إيمانهم وإرادتهم حقق جيش المسلمين انتصاراً عظيماً على جيش المغول في معركة عين جالوت. وكانت هذه المعركة نقطة تحول في التاريخ الإسلامي. لقد أثبت سيف الدين قطز للعالم أن الإيمان والإرادة قادران على هزيمة أي عدو. وأخيراً لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا